ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا في كل مكان، ومرحبا بكم في برنامج بندر عدن. عدن التاريخ والحضارة، عدن مدينة الثقافة والفن والتراث والتعايش والسلام. نحن وانتو بنكون سوا في بندر عدن، بنعيش أحلى اللحظات وأمتع الأوقات مع حكايات هذه المدينة وزمنها الجميل، وكمان حاضرها، لأن عدن أصيلة بناسها وإرثها وموروثها. أيوة أكيد، بنكون معكم في فقرات البرنامج نحلق سوا على جناح بندر عدن في رحلة استكشافية، مرة نقلب الماضي ومرة الحاضر، وكل اللي يهمنا إن إحنا نسعدكم ونخفف شوية من ضغط الحياة، بس لازم تبقوا معنا وما تروحوش بعيد. في بندر عدن بنكون معكم أسبوعياً على قناة المهرية، بنطوف ونشوف كل الحاجات الحلوة في عدن من تراث ومعالم وشخصيات أثرت في حياتنا، وكمان بنروح للمقاهي العدنية نشرب قلص شاهي عدن، الله، ونستمتع بلمة أهل عدن ونتذكر معاهم أيام زمان. ابقوا معنا. طير طير على بندر عدن، زاد الهواء زاد النوى زاد الشجن، زاد الهواء زاد النوى زاد الشجن، على الهجر ما اقدرش انا اشوف يومي السنة، على الهجر ما اقدرش انا اشوف يومي السنة، على الهجر ما اقدرش انا اشوف يومي السنة، دي جنة الدنيا حواها كل فن يا طايرة. هيدي عدن، تعايش إنساني راقي، مسجد جنب كنيسة، وكل ديانة تحترم المقدسات، وكل اللي سكنوا عدن تعايشوا وعاشوا بسلام. كواحدة من بين المعالم التاريخية والأثرية القديمة، تبرز الكنائس التي تعكس في أشكالها ومواقعها أبعاد التاريخ الحضاري لعدن المحتضنة كل الديانات والأعراق، في دلالة على عمق التعايش الإنساني. بنى المسيحيون في القرنية 29 أبان الاحتلال الإنجليزي عددا من الكنائس، منها كنيسة راس مربط التي ما تزال قائمة حتى اليوم في التواهي جنوب غرب عدن. تعد كنيسة راس مربط أقدم كنيسة في عدن، بنيت قبل أكثر من قرن ونصف من الزمن، بعد عقدين ونيف من دخول بريطانيا عدن عام 1938. بحسب القائمين على الكنيسة أنها بنيت عام 1863 لتأدية الطقوس ولتكون حامية للقوات البريطانية في عدن، وكانت الملكة فيكتوريا ممن تبرعوا لبنائها بنحو 2000 جنيه استرليني. ما تزال الكنيسة البروتستانتية في راس مربط بائنة المعالم بكل تفاصيلها، التي ترمز إلى مكامن ممارسة الطقوس لمعتنقي تلك الديانة. ظلت كنيسة راس مربط تقوم بمهامها حتى العام 1970، بعد 3 سنوات من الانسحاب البريطاني في عام 1967، حين استولت الحكومة في جنوب اليمن على المبنى، وتم استخدامه ليكون بمثابة مرفق تخزين حكومي وصالة للألعاب الرياضية.
بعد العام 1990 ميلادي عادت الكنيسة لهويتها السابقة الأبرشية كمعبد بروتستانتي يديره الأب البريطاني بينز كروكوس بعد عدة مفاوضات سابقة بين عدن ولندن التي تحتضن 400 مسجد للمسلمين. إلى جانب الطقوس التعبدية لكنيسة راس مربط يتبعها مبنى في محيطها لعيادة طبية لجراحة العيون تقدم خدمات طبية مجانية للبسطاء من الناس كجزء من التراحم الإنساني. عدو ما خلصتش حكاوي عدو. الآن نشوف أقدم الشخصيات العدنية اللي كان لأثر في المدينة. خلونا نروح على كريتا وهناك نشوف الأصالة. تابعونا. منذ ما يزيد عن نصف قرن من الزمن اشتهرت عائلة الكشي هندية الأصل والتي سكنت عدن قديمة وعملت في مجال العطارة والبهارات كمهنة توارثتها، وأصبح الكشي لدى أبناء عدن يلقب بملك البهارات. الوالد هو فتح دكان من عام 50 وأنا عادو كان صغير مرة دروس كان في مدرسة البادري إنجليزي في 67 خلصنا وأجيت له الدكان وهذا عمري كان 15 بدأنا مع الوالد شغل معه لما أنا الآن بالبهارات بالأدويات والمكسرات والفوفلات كله بعد حاجات فيه لكن مو زي حقنا الجودة. الجودة أحسن عندنا مش أحسن من السوق. الجودة من مقياس يعني مقياس. مقياس والخبرة كمان. الخبرة كمان يلعب دور. ومعاملات كمان مع الناس يعني أول شيء المعاملات مع الناس طيب. أي واحد يجي نقول مرحبا أهلا وسهلا. في سن مبكرة تعود الذهاب مع والده إلى محل البهارات ونشأ فيه وأخذ يبتكر أساليب تجذب ذائقة العدنيين في المطبخ. يجيبوا من الهند خاصة يجيب من الدويات وهذا من الهند والبهارات كمان يجيب من الهند يجيبوا أي واحد يروح للهند يقزعوا معه ويصلحوا هنا ونشغل به لمدة سنين هذا ثاني يجيب لعندنا يشلوا أيام العيد كمان أيام رمضان كمان لحن موسم واجي رمضان يقول ناس يوشان يشلوا البضاعات وهذا إنه هيج نحن نصفي كل حاجة خلي حاجة جاهز نحن أي واحد يجي كده هبل كده نهبله ويشلوا مطمئن نحن يعني إنه هذا مكان عندهم صافي ما بيجي غش ولا حاجة. امتاز الكشي بتقديمه أصنافا من البهارات لم تكن تتواجد عند غيره في عدن وكان يأتي بها من الهند والصين مثل الكاري والعشار الهندي والزعفران وحوائج الزربيان مثل الزربيان مثل حوائج اللحم حوائج الدقة حوائج الأكني يقولوا كمان باللغة حقنا أكني يعني الأكني يعني والبطاط والحمر كمان والعدويات زي الولادة حق الولادات المسفوف واللدو يقولوا له مشان وقع الظهر كمان مشان كثير حاجات يعني.
على مدى 50 عاماً، والكشي يزود المائدة العدنية بالنكهة الفريدة التي جعلت منها مهوى للمذاق الشعبي. ولم يكن ثمة منزل في عدن إلا ويستهلك بهارات الكشي، حتى صار هذا الاسم شخصية مشهورة دونها التاريخ في ذاكرة الزمن العدني. مشاهدينا، خلونا الآن نروح ونفتش في الجيل العدني ونشوف قصة بنت قوية تحدت الواقع وكافحت وقهرت كل الظروف، وكانت نموذج مذهل في العزيمة والإصرار والطموح. خلونا نروح ونشوف ونتعرف عليها. لم تكن تدرك عبير علي منصر أنها ستكمل بقية حياتها كفيفة. ولدت بنصف إعاقة بصرية بسبب إصابة والدتها بداء الحصبة الألماني، وفي وقت لاحق فقدت عبير والدتها وما تبقى من بصرها. لكن عمى البصر لم ينفذ إلى البصيرة، ولم تقف الإعاقة البصرية عائقا أمامها، بل جعل منها نموذجا للإرادة والعزيمة والتحدي في عالم المبصرين. أنا معروفة بالمجتمع عبير منصر، لكن أنا هو اسمي الحقيقي عبير علي منصر محسن، ومن عائلة آل العقربي. نحن عقارب عدن. طبعا عائلتي عريقة جدا، وهي اللي ساعدتني عن هذا إني أتحدى كل صعب. طبعا أنا كفيفة كلي، بس ما كنتش كفيفة من ذوي من الطفولة. كنت أشوف بعين وعين لا. لما بسبب حصبة ألماني أصابت أمي قبل الوضع، طبعا عمري 17 سنة، فقدت أمي وفقدت نظري يعني بسبب الحزن. شكلت دراستها في معهد النور للمكفوفين الانطلاقة الحقيقية لها للانخراط في المجتمع، وبمساعدة من حولها استطاعت عبير منصر أن تحفر لها مكانة في المجتمع العدني قد لا يحصل عليها العديد من المبصرين. اتجهت إلى التعليم مع المكفوفين. طبعا كنت ساكنة بمديرية البريقة مدينة الشعب، وكنت أذهب من مدينة الشعب إلى مديرية المعلاء دكة لمعهد النور للمكفوفين. طبعا كانت صعوبة جدا جدا تواجهني اني اروح كيف يعني، لكن الحمد لله ربنا يعني بعت لي صديقتي سحر عبد الرقيب، هي كانت من طلاب امين ناشر، كانت توصلني يوميا تقريبا الى معهد النور للمكفوفين، وكمان بالمذاكرة ساعدوني الكثير والكثير. خالتي عبير الله يعني ربنا يحفظها ما قصرت، ساعدتني بالمذاكرة. طبعا كنا تقريبا تنتين اللي نحن موجودين في معهد النور للمكفوفين، أنا وصديقتي منى سيف، من يعني هي مثلي كفيفة، وكنا في تقويم دراسي، درسنا سنة ثم انتقلنا إلى الصف الخامس وكملنا الدراسة وتجاوزنا، وما شاء الله الآن أصبحنا هي أخصائية اجتماعية وأنا أخصائية نفسية. تخصصت عبير في دراسة علم النفس رغبة منها في خدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، وعلى وجه الخصوص شريحة المكفوفين الذين باتت تهتم كثيرا لمشاكلهم ومعاناتهم وتتلمس احتياجاتهم الأساسية. درست علم نفس في كلية الآداب، خريجة السنة اللي فاتت، وأطمح أني أكمل الماجستير والدكتورات وتخصص بذوي الإعاقة بشكل عام بالفئات الخاصة.
طبعا واتمنى انه جمعيه عدن جمعيه المكفوفين تنهض والمكفوفين يخرجوا من الظلمه الى النور وكلهم وبدوري يعني اشجع التعليم بالذات ذوي الاعاقه كافه، وهذا اللي اقوم فيه حاليا. ودمجت اكثر من 50 كفيف في مختلف جامعات كليات جامعات عدن، وهذا شيء يعني فخوره في هذا اللي وصلت له حاليا، واتمنى المزيد والمكفوفين يتفوقوا ويخرجوا يعني الى المجتمع ويتحدوا كل الصعوبات. كان في حلم آخر نحن حلمنا فيه كمكفوفين طلاب كلية الأدب جميع الأقسام، يعني أنا ومحمد سلطان فارع هو كفيف خريج لغة عربية وزوجته الأستاذة دلال، طبعا أستاذة دلال محمد طبعا هم كانوا أصحاب الفكرة يعني أصحاب أنهم عدوا المشروع، وكان هو حلمنا كلنا ان احنا نعمل مكتبه سمعيه تكون تشمل المكفوفين كلهم اللي موجودين في مختلف كليات جامعات عدن. مكتبه هي تشمل الكتب يعني تكون للتسجيل المواد، طبعا نقوم فيها دورات كمبيوتر للمكفوفين، دورات تنميه بشريه، كل الدورات اللي يعني يحتاجها المكفوفين. طبعا تقدم هذا المشروع للرئيس جامعة عدن، وافق عليه وعطونا المغر وبدأنا نجهز، ولكن للأسف انتزع المشروع مننا انتزاعا وأخذوه. طبعا أصبحوا الآن ينفذوه طلاب أو دكاترة في كلية الآداب ويستفيدوا من ورانا ويجمعوا معلومات إيش نحن احتياجاتنا ويقدموها يمكن لفاعلين خير أو لجامعة عدن يجي لهم دعم، ونحن اللي نحن قادرين احنا ننفذ المشروع عارفين ايش احتياجاتنا وكذا، للاسف همشونا تهميشا كامل. بالصبر والتحدي تغلبت على معاناه الاعاقه وصعوبه الحياه، وقادتها العزيمه والاصرار الى رئاسه جمعيه رعايه وتاهيل المكفوفين بعدن، لتكون اول واصغر امراه تتقلد هذا المنصب منذ ان تاسست الجمعيه في خمسينيات القرن الماضي. تنظر ببصيره متفائله الى المستقبل، وتتمنى المزيد من الدعم والرعاية والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة. وكانت جمعية عدن ناجحة جدا، وكان اسمها جمعية العميان، وكانت هي الجمعية الأولى في الجزيرة العربية إن يعني موجودة، وكانت متميزة ومزدهرة بالخمسينات والستينات والسبعينات وما فوق، لما تقريبا 2009 او 2010 فانهبطت وجا الحرب وكمل عليها ونهبت واصبحنا لا شيء يعني حاليا، ولكن قدرنا نحن نشتغل فيبا ومسكنا الاداره كطلاب جامعه، والحكومه للاسف اقول للاسف دمرت كل جميل بدل ما تصلح كل شيء، ونحن من ذوي الاعاقه وعانينا من هذا الشيء. أنا طرقت آخر تقريبا قبل شهر طرقت يعني باب حكومة رئيس الوزراء وقدمت طلباتنا لهم، ولكن لحد الآن ما فيش أي استجابة، ومستنية منهم أنهم يوفوا بالوعد اللي قطعوه وأخذوا الأوراق مني وقابلته الدكتور رئيس الوزراء، وكان الحوار بيني وبينه وطرحت له الأمور كلها وطرحت الأمور ووجهت رسالتي لفاعلين الخير، وجهت رسالتي للمنظمات المجتمع المدني، ولكن للأسف ما فيش أي حد فتح لنا بابه لحد الآن. نحن خريجين محتاجين عمل، نحن نشتي ننهض بجمعيتنا، نحن نغير المقر أصبحوا المكفوفين تقريبا 500 كفيف يعني هذا قبل المسح، يعني فين بوديهم؟ والجمعية للأسف هي غرفتين فقط لا غير، والباص يعني ما فيش وسيلة مواصلات للأسف، الباص هو كندم أصبح، وأني طلبت هذه الطلبات كبسيطة يعني لسواء دولة أو مثلا فاعلين خير أو منظمات أنهم يدعموا هذه الفئة
الفئة بحاجة إنه حد يمد لها إيده عشان تشتغل، عشان تطيب مش راضينهم يوظفونا عندهم يصلحونا الجمعية. طيب لا ميزانية تشغيلية من صندوق المعاقين زي الناس، ولا عمل زي الناس، ولا المكفوفين القادرين يعني ياخذوا فرصة سواء لي أو لغيري. يعني نحن طلاب مخرجين متميزين، حتى معهد النور للمكفوفين لحد الآن لم يدخل أي كفيف كمتعاقد عنده. وتتمنى المزيد من الدعم والرعاية والتمكين لذوي الاحتياجات الخاصة، وتسعى جاهدة إلى تحقيق طموحها في إنشاء مركز دعم نفسي لهذه الشريحة التي تواجه الكثير من الصعوبات وتفتقر لأدنى متطلبات الحياة. طبعا هي الأهداف كانت أني حققت أني درست وكمل دراستي والحمد لله، ولسه أني أستمر فيها. حاليا أدرس كفاءة تجهيزي في تحضير الماجستير طبعا، وكان الهدف الثاني أني أعتمد على نفسي اعتمادا كلي، ما أحتاج حد، لأني ما أريد أحتاج أي حد، اعتمادا على النفس فضيلة. أما حلمي، أحلم بمؤسسة للدعم النفسي لذوي الإعاقة يشمل المعاقين كامل، وتعطيهم من هذه الجهة تعطيهم الحرية الكاملة تعبيرهم عن نفسهم، يثبتوا ذاتهم، يمارسوا هواياتهم، يعني ما ينحرموش من أي شيء. شاركنا أول مشاركة في سلطنة عمان، وكان صراحة يعني أول مشاركة كانت قيمة جدا جدا ورائعة جدا طبعا، وكنا مبسوطين يعني بصحبتنا لإخواننا العمانيين في سلطنة عمان، وأقصد المكفوفين. وطبعا كانت هذه المشاركة من عدة دول، وكان جيد ان احنا نجتمع كأول تجربة، وكانت قيمة جدا، وهذا جيد ان احنا نجتمع ونتعرف على اخواننا المكفوفين. طبعا اخذنا جولات سياحية كانت جميلة، وكان في معانا ندوات ومحاضرات وحفلات ومسابقات، فكان جو حافل. وصراحة يعني اشكر يعني اللي اتاح لنا الفرصة بالمشاركة. واني تعينت من رئيس جامعة عدن معيدة في كلية الآداب قسم علم نفس، وللأسف حبطوني وأخذوا الوظيفة مني وقالوا إنه أنا كفيفة، كيف بدرس بالقاعة؟ يمكن أدرس كراسي فاضيين، كيف بصحح العلامات، كيف بعد الأسئلة؟ طبعا هم مش عارفين إيش تطور بالتكنولوجيا الآن للكفيف. أصبح الكفيف يستعمل اللابتوب، يستعمل القلم الناطق، يستعمل طريقة برايل، ممكن يستعين بزملائه أو يستعين بمدرسين معه، أو مثلا أنه يقرأ أي، أصبح برنامج بالتليفون أنزله يقرأ أي ورقة أريدها، أو أكتب أي شيء أطبعه باللابتوب وأخرجه ورقيا. هم مش عارفين هذا الشيء، هم يحكوا جامعة عدن أحكمت علي، أو الشؤون القانونية في جامعة عدن حكمت علي قبل ما تشوفني وأخذوا الوظيفة. وللأسف أنا من هنا أناشد إن أني كفيفة انظلمت من قبل شؤون جامعة عدن. أكيد الآن مشاهدينا تشتوا قليل راحة، وعشان كده بنعدل المزاج بقلص شاهي عدني مع جلسة في المقاهي نسمع فيها أهلوة وهم يتذكروا الزمن الجميل. مع أنغام الطرب الأصيل يستعد العدنيون ذكريات الماضي الجميل في أقدم المقاهي الشعبية التي عرفتها المدينة منذ أكثر من نصف قرن من الزمن. حظي مقهى الشجرة بمديرية الشيخ عثمان بشهرته الكبيرة كأبرز المقاهي الشعبية في عدن منذ أن تأسست على يد الحاج عبد مكرد العزعزي رحمه الله عام 1952 للميلاد.
كان المقهى حينها عبارة عن بوفية من الخشب والصفيح، عرفت باسم بوفية الثورة، وظل كذلك حتى أوائل سبعينيات القرن الماضي، ليتم بعدها تشييده بشكله الحالي وتغيير تسميته تيمنا بشجرة باسقة نمت بجواره، في دلالة على رمزية العطاء والصمود. لقد شكل مقهى الثوار حينها الملتقى الآمن نسبياً للمناضلين الأحرار منذ اندلاع الانتفاضة حتى تحقيق الاستقلال وإجلاء الاستعمار البريطاني، فجر 30 نوفمبر من العام 1967. كان مقهى الشجرة وما يزال يمثل منتدى ومعلما ثقافيا وملتقى إبداعيا لكبار المثقفين وتعدد شرائحهم الفاعلة في المجتمع العدني آنذاك. ارتبط اسم مقهى الشجرة كثيرا بالأغنية العدنية، ومنه استلهم شعراء قصائدهم والموسيقيون ألحانهم والفنانون أغانيهم، فكان للمقهى إسهاما في تخليد وتناقل الأغنية العدنية بطابعها الأصيل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج بندر عدن، الفقرة الجميلة اللي كنا نحن ننتظره. طبعا عدن معروفة بأن ثغر اليمن الباسن، وهي مدينة مدنية منذ الأزل فيها العديد من الثقافات والحضارات والمعالم، هذا الطابع الكبير فيها. نحن طبعا الآن بنحاول نتكلم بهذا الموضوع مع الأستاذ القدير رضوان علي، مدير مكتب الثقافة فرع التواي، مدير التواي. أهلا بك يا أستاذ رضوان. طبعا ثقافة ونحن ثقافة، فأهلا وسهلا بك كثيرا، أفضلك يا أستاذ. طبعا أستاذي نشي نتكلم يعني كم معالم في محافظة عدن، يعني ما هي المعالم اللي تحس انها بارزة كثير في محافظة عدن، وما هي الدلالة على انها معالم أثرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكر لكم استضافتي في هذا البرنامج الرائع. بالنسبة لعدن لا يخفى على الكل هي مدينة عريقة بالمدنية وبثراتها وبثقافتها بفنها. لدينا في عدن كثير من المعالم، منها القديمة جدا الأزلية مثل صهاريج عدن، قلعة صيرة اللي تاريخ عدن تجاوز 5500 عام حسب رواية بعض المؤرخين مثل ابن خلدون والهمداني وغيرهم. بالنسبة للمعالم الأخرى اللي حدث تم إنشائها بعد الاحتلال البريطاني، معنا ساعة ليدي بيج بين في التواي اللي هي بيبي بيج بين اللي هي معلم تاريخه ما زال شغال حتى الآن بجهود طبعا مدير عام مديرية التواي اللي عاد تشغيلها وتفعيلها بإضاءتها بعقاربها. معنا رصيف السواح اللي هو ميناء الملكة اليزابيت شخصيا نزلت فيه، وما زالت حجر الأساس باسمها موجود حتى الآن، والآن يعاد ترميمه بعد أن ضرب في الحرب. معنا فندق كريسنت في التواي، فندق عريق نزلت فيه برضه في جناح للملكة اليزابيث شخصيا تقريبا في هل إذني سمعت أن القصة هذه هل في شهر عسل أو حاجة زي كده؟ أيوة قبضت فيها شهر عسلها وحملت في الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا في هذا الفندق. كذلك السلطان قابوس رحمة الله عليه نزل فيه، الفنان الكبير فريد الأطرش رحمة الله عليه، فندق عريق. والآن طبعاً مهم نتيجة الحرب. معنا خليج الفيل برضو معلم من المعالم، منارة عدن في كريتر، وليت هاوس في التواي. معنا معالم كثيرة جداً في محافظة عدن، صعب حصرها ما بين القديمة جداً والمتوسطة. عدن تزدهر في هذه الحضارات، كما سبق وأسلفت أنه أكثر من 5500 عام ليس بقليل على عدن، خاصة إنه يعني كانت تتقبل جميع الأطياف وجميع، فهذا اللي خلاها غنية بالموروث الثقافي والمعالم. طب يا أستاذ أشي أسألك سؤال أستاذ رضوان، يعني إيش اللي صار لمعالم عدن أو إيش اللي يصير الآن لمعالم عدن؟ حقيقة سرقت
كما كثير في عدن سرقت الابتسامة من عدن، الفن، وبالتالي سرقت برضو تراثها منها، أهملت من قبل السلطات، أهملت كثيرا مما أدى إلى تشتتها والبسط عليها نتيجة إهمال وعدم اهتمام فيها. طيب يا أستاذ، أنت تتوقع يعني كده من المسؤول لإهمال هذه المعالم والبسط عليها يعني؟ وطبعا سلوك غير حضاري، سلوك نعم. همجي، سلوك طبيعي. ايش اقول، ما اقدر في مقابله فيها كلام لازم اقول اكبر من كذا، وانا قهري على الحاجات اللي تروح، ولكن من هو المسؤول عن اللي يصير هذا؟ نقولها بكل صدق، أيوه. كلنا مسؤولين دون استثناء. ايش انت قرحتنا، انا حتى انا مسؤول. طبعا كلنا، حتى في كلمه صحيح يجب ان تقال، كل مسؤول، لكن المسؤوليه الاساسيه نحملها للسلطه، للدوله، لقياده الدوله من اعلاها الى ادناها، لأن هي التي أهمل في برنامجها، برنامج مجلس الوزراء، أهمل هذه الحفاظ عليها وتطويرها وصيانتها. كما قلت الكل مسؤول، ولكن هم المسؤولين بدرجة هذا. طب أستاذ رضوان، بس خلينا مدام كده بشفافية، مدام قال دخلت نحن معك المسؤولية، خلينا نكون كده صراحة أكثر يعني. هل تشعر برضو أنه أبناء عدن مقصرين في حماية معالمهم؟ بشفافية نوعا ما، ولكن رغم انه شوف انا يعني كوني من اهل عدن التمس العذر لنفسي، هو هذا يعني اللي الوضع اللي حاصل الان، هو اللي حبيت اقوله، انه نلتمس لهم العذر. يعني صحيح انهم مقصرين، ولكن في الاخير نلتمس لهم العذر، لانه يا اخي سلبت احلامهم، هذا جيل 90 سلبت احلامه، سلبت منه انتمائه لعدن، للوطن، اشغلوه في متاهات، اصبح كل همه الان حتى اللقمة لأسرته، فتلاقي في العسكرة أي مجال ممكن يسترزق، وأهمل الانتماء لعدن، لتاريخها، ما فيش اهتمام نتيجة السياسات المحبطة اللي دمارسوها من العام 90 وإلى الآن. طب يا سيدي، ماذا طب يعني إيش دور منظمات المجتمع المدني والناس الثقافيين والمثقفين وبعض من رجال الأعمال في أنهم لازم نجيب لهم دور بحيث أنهم يحموا آثار ومعالم عدن، فإيش دورهم يعني؟ كيف تتوقع أنهم ممكن يقدروا يحموا؟ المنظمات المجتمعية والأهلية، بعض الشخصيات والكتاب كان لهم دور، وما زال لهم دور، حقيقة لهم دور بارز في هذا المجال، ولكن جهودهم تنتهي هباء. إيش السبب أن تنتهى هباء؟ لأنه ما فيش اهتمام من الدولة لهذه النداءات، لهذه الوقفات، لهذه المناشدات. طبعا الأديب أو الكاتب أو المنظمة مش ممكن يحمل السلاح عشان يزيل بسط قائم في مكان أثري. طب دي مش موجودة عندنا يعني، بالذات في عدن، إنه وجدت إنه يبسط على المعالم الأثرية، دي من ابتدع هذه الحركة يعني، إنك تبسط على معلم أثري؟ لا يا أخي، شوف نحن في ناس تبسط على بقعة مش حقا نقول عادوا دادا، لكن على معلم أثري تبسط. هذه تراكمات، تراكمات بالجيل هذا في الشباب، تراكمات من الإحباط، من سلب أحلامهم، من مستقبلهم، أدت إلى هذه الطفرة. هذا مش أخلاق أبناء عدن إطلاقاً، أيوة إطلاقاً، ولن يكون أخلاق أبناء عدن وشبابها، أيوة. ولكن نتيجة سلبت الأحلام، ما عاد عندهم أي أحلام في المستقبل أو تفكير في المستقبل، أصبح همهم كيف يعني يوفر لقمة عيش لأسرته أو له، أصبح حرب بالحياة. طيب يا أستاذ، طيب أوكي، نحن فلنفترض الآن أن المجتمع العدني الآن يشي يعمل مبادرة للحفاظ أو على لاستعادة آثار معالم عدن، متوقع أنت من وجهة نظرك فين نبدأ؟ نبدأ من السلطة، من رأس الهرم. رئيس الهرم اللي هو مثلا قد يكون رئيس الدولة، رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء. الحين انا اكلمك، لا نكلمك على المجتمع يعني، المثقفين يحاولوا انهم يعملوا مبادرة او شيء، يصلحوا نشاط اجتماعي، مبادرة ان تحمي اثارهم ومعالمهم، وهذا انا اعتقد حق مشروع. فبس من اين فين نبدا؟ عملوا اكثر من وقفة احتجاجية، اكثر من نشاطات، كتاب معروفين في عدن كتبوا وتطرقوا، أمان اليابلي وغيرهم كثيرين ناشدوا، راحوا التقوا في قيادات في الدولة، ولكن يعني ما فيش أي استجابة. مش ممكن تصحح الحفاظ على الموروث
التاريخي والأثري العدن بدون دور السلطة الدولة. طب ليش مثلا زي هذا المثقفين اللي ذكرتهم الأستاذ دعمان واليابلي نجيب اليابلي وغيرهم كثير أي نعم المثقف الكبير ليش بيروحوش مثلا لعند المحافظ كون السلطة الأولى في عدن ويحاولوا إنهم يجدوا كيان أو مبادرة بمسمى أو هيئة للحفاظ على معالم وآثار المدينة بموافقة من السلطة المحلية بحيث إن لكم صلاحيات محدودة لأشياء معينة مهام معينة. لا ننسى إنه لدينا برضو الهيئة العامة للآثار موجودة. أيوة موجودة. ولكن القضية أكبر من المحافظ. حقيقة نقول بكل شفافية. أكبر القضية أكبر من هذا. السلطة اللي ممنوحة للمحافظ أو للمسؤولين دون هي أقل ما يوجد. نحن الآن نمر في مرحلة أعتقد لا يخفى عليكم الكل يعرفها، مرحلة السلاح في كل مكان وكلهم مسلحين وكلهم أطقم وكلهم، فصعب أن تحلها إذا ما فيش تنسيق من الجميع وتكاتف من الجميع، من سلطة من قوة أمنية وسلطة محلية وقيادة دولة ومجتمعية، لن تحل هذه المشكلة، بالعكس ممكن تسوء أكثر. ونحن من خلال برنامجكم هذا نناشد القيادات العليا، نناشد رئيس الجمهورية، رئيس مجلس الوزراء، وزير الثقافة المعني في الأمر، يعني يعملوا خطة عاجلة لانتشال عدن من هذا يعني وصلنا إلى مرحلة اليأس تقريبا جدا. بسط على معالم وسكن عمرها ما حصل محل في بسط معالم وممتلكات أثرية ومتحف والمشكلة أنه الكل مستاء جدا، الكل مستاء ومنكر لهذا الشيء بما فيهم اللي بسطوا كمان. ده تناقض نفسي، اسمح لي استاذ رضوان. وصلوا إلى مرحلة أقول لك لليأس، فين يروحوا إيش عملوا يا أخي؟ لا يا أخي مش طب سؤال طب. سؤال استاذ رضوان، يعني أنت معنا كلامك ده استدل لنا، لأن أخرج بسؤال خارج على الموضوع ولكن في مكنونه، يعني هل تشعر إنه الجيل الجديد ده اللي تقول الآن تعرض للشغلات دي مش شاعر بقيمة الآثار والمعالم اللي موجودة في بلاده؟ هو شاعر ولكن ليس الشعور الحقيقي الانتماء. هنا نتكلم نحن عن الانتماء، الانتماء سلب منهم الانتماء. لا يعني لا ننسى انه هذه السياسة متراكمة زي ما سبق قلت لك، يعني مرت سنين طويلة اشغلوهم في حاجات التعليم، سوء التعليم، سوء الصغر، سوء الحياة المعيشية، كثير تدهور الحالة الأمنية الصحية، الأمن المرسي. أنا أبدأ لك ما يعطيش الحق، ما يعطيش الحق يعني أوكي نحن نمر بظروف صعبة. أيوة. وظروف كلنا يلا نقول الحمد لله على كل حال يا رب العود هلي الصحة والعافية الحمد لله. ولكن ما يعطيش الحق بأنك تتجاوز يا أخي معلم. أنا لا أبرر، أنا أيوة أنا فاهمك الكلام هذا، لا أبرر الخطأ، الخطأ قائم. أيوة. والكل منكر يعني الخطأ، لدرجة أنك تقول لي مثلا انهم شاحته اللي باصين شعره بالاستياء، يا رجال الاستياء ده خليه ينفعك. انا اسمح لي اكون صريح، صحيح صحيح، وكل من العدد اللي يتكلم بحرقه يا اخي، الاستياء خليه ينفعك. ما من الاستياء كان ايش تجي تقول يا اخي انا زعلان ببسطها ببني لي هنا غرفه بالسهاري، بس والله زعلان لان ببني لانه ما حصلش مكان ابني. لا سؤال يعني كيف، طيب ما دام تشي تكاتف الجميع كيف نوعي طيب الجميع والمجتمع بشكل عام بالحاجه اللي وصلنا لها، احنا بالخطر ده اللي وصلنا له، ونبين لهم اهميه معالمه وارثه وحضارته، فكيف يجب الآن في الوقت الحالي والسلطة تقريبا مهمشة، يجب أن يتفاعل المجتمع كامل. يعني مثلا نقيم كيف نوعي المجتمع، الجيل الجديد الأطفال ما يعرفوا آثار عدن ولا ملمين فيها، طيب ليش ما نعمل رحلات مدرسية لهم للصهاري لصيرة لأماكن كثيرة عندنا في عدن، تشرح لهم إيش يعني، ممكن هذه حاجة بسيطة ما هي صعبة، تنمي فيه روح حبه لتاريخه لتراثه الطفل هذا، وبنفس الشيء الشاب والشابة نفس الشيء. إضافة إلى الإعلام يجب أن يركز ويكتف بالذات القنوات الرسمية، الجرائد الرسمية، الإذاعات تكتف مهتمًا في الآثار والجانب الأثري، تسوي برشورات ممكن توزعها ما بين الحين والآخر، إيش اللي يمنع؟ أنت تشعر إنه برضو جزء كبير يتحمل الإعلام، لأنه الصدق هو اللي لازم اللي يوعي الشعب بالخطر اللي نحن فيه الآن، تراثنا وأهمية كمان تراث المعالم لمحافظة عدن. نحن نوعا ما
فقدنا جزء، ما نقولش الكل، فقدنا جزء من جيل 90 كما يسمى. نتيجة لما حصل الفجوة اللي صارت، على الأقل نحافظ على الجيل الجديد الآن، الأطفال المدارس الأساسية الموحدة، على الأقل نحافظ. صحيح. يعني نعمل لهم توعية، نعمل لهم رحلات من الصغر كذا، نشأوا بحاجة، على الأقل نبدأ العكس الآن. نحن دور الدور الكل، الثقافة، الإعلام، السياحة، السلطة المحلية، ما هي الصعبة هنا، هنا لا يوجد صعوبة. والله شوف، اسمح لي ان انا اقول لك واطرح كلمه قبل كلمتك، انه هنا ما توجد صعوبه، ولكن لما نجي نطبق على ارض الواقع نحس بالصعوبه. والله لا، والله نحس. اسمح لي انا بكون شفاف معك استاذ رضوان، لانك انسان ثقف محترم. شكرا. رجعنا اقوال لا افعال، يعني الشعور كذا في بنحنه نقص او مش عارف كيف. يعني بينما انت الحين لو وصلت حتى ندوه او خبر صحفي وتكلم فيها قدام الناس كلها، كل الناس بتتعاطف معك، كل الناس بتقول كلامه حق، وكل الناس بتقول تقول ده الحل، طيب يلا نبدا. فكيف انت تشعر، كيف نقدر نبدا؟ انا كنت واصل الكلام. تفضل. اني ما هيش في الصعوبه انه تعمل برنامج، وزير الثقافه يعمل برنامج للتوعيه، للنزول، حفل في الصهاري، حفله غنائيه، ايش المشكله؟ هل هي دي صعوبه انه نعمل حفل في الصهاري أو نعمل حفل في أسفل قاعات صغيرة؟ ما هي صعبة يعني. قلت هذه إعلاميا سوف تعمل ضجة، يعني تشارك الثقافة مع الإعلام بحيث نشر ال، شوف، والأطفال بيتسألوا فين هذا المكان اللي صور فيه هذا الحفل؟ في رصيف السواح، بالدكة، في جولد مور، يعني في أشياء بسيطة ممكن. صح. نبدأ حبة حبة، متى ما نغير ولو قليل، بس متى ما وجد الحب لعدن يعاد، متى وجد الإخلاص بالحب. الآن شغلتنا كلها أصبحت شغلة سياسية فقط. الانتماء والحب لعدن موجود بيننا البين، ولكن للأسف للأسف القيادات أشغلت نفسها في السياسة أكثر من تاريخ عدن وحضارتها وثقافتها وفنها، وهذا اللي نحن نحط أنه يعودوا وينظروا لعدن، عدن ثغر اليمن الباسم، يعودوا ينظروها من نظرة حب وليس من نظرة سياسية. شكرا لك يا أستاذ رضوان، أنا أحيي الكلام الجميل اللي معك. طبعا الوقت معنا قصير على البرنامج، الكلام معك يطول جدا جدا، بس أشي منك كلمة أخيرة توجه يعني للمشاهدين. والله أنا أتمنى من المشاهدين، أخواني الأبهات والأمهات كذلك، أخذ أطفالهم في رحلات للأماكن هذه ما بين الحين والآخر، تعريفهم على هذه. إذا قلنا فقدنا الأمل بالقيادات، علق أن نحن أولياء الأمور، فرق المجتمع، نحن نفعل هذه الأشياء ما بيننا. أهل عدن كما يحلل البعض تسميتنا، أهل عدن وليالي الأمسيات عدن الجميلة، نفعل الرحلات اللي كنا نعملها زمان، نعملها إلى السواحل، إلى الأماكن الأثرية، إلى المتنزهات، نشرح لأطفالنا هذه. هذه حاجة بسيطة ممكن نحن نبدأ. أما الهم الأكبر هو اللي نحاول أن نوصله من خلال برنامجكم الرائع هذا، هي للقيادات، قيادات مجلس الوزراء، وزراء الثقافة والسياحة والإعلام، يجب أن تهتموا بعدن من الجانب غير السياسي، الجانب الثقافي، الفني. عدن ليست مجرد حفلة هنا أو ندوة هنا، عدن أكبر من ذلك بكثير. أعيد عدن، أطبع كتيبات، منشورات تشرح تاريخ عدن وحضارتها، حتى الجيل هذا الصاعد يقرأ ويفهم هذا الكلام. شكرا لك يا أستاذ رضوان، شرفتنا والله. أعزائي المشاهدين، خير الكلام أختم فيه طبعا كلام الأستاذ رضوان، ورغم قصر الوقت ولك الكلام معك يطول يا أستاذ. أنا أشكركم على هذه الاستضافة، ونتمنى أن نكون ضيوف ثقيلين على المشاهدين الكرام. شكرا. شكرا الله. الوقت قزع في ساعة من غير ما نشعر فيه، اصلا كده عدن ما في بيش ملل، بس برضه لازم نخلي وسل ونوقف لهنا، ويا رب قدرنا نسعدكم، واكيد بنشوفكم الاسبوع الجاي باذن الله. في امان الله.